أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم كما وعدناكم معنا نبينا سامي الديب، وموضوعنا راح يكون الإسلام، إسلاموفوبيا. خلونا نرحب بنبينا سامي الديب. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا بك النبي جان والجميع الأصدقاء، وبدي أشرب على صحتكم جميعا. وإحنا اتفقنا إنه الحقيقة في الخمر، صح الحقيقة في الخمر انا عندي قهوة، مش يعني نافعة. هاي مش هاي ما بتجيب الحقيقة، هاي هاي بتخرب البيت. اكيد يلا على صحتك. على صحتك نبينا. نبينا، تفضل. انت وعدتنا اليوم باسلاموفوبيا، تمام تمام يعني تمام الميكروفون إلك، وأظن ده راح تبدأ بتعريف الإسلاموفوبيا، ايوه فالميكروفون عندك والمحاضرة أنت من الأول للأخير. كاتبها كاتبها. انا يعني مثل ما انت شايف دائما بكتب الحلقات السيناريو قبل الحلقة مشان اشوف شو بدي اقول. للتعريف بذاتي الواحد بيرجع للحلقة الأولى عن الإلحاد، فمش ضرورة هو مكتوب بعض التعليقات المعلومات عني تحت الشريط. ويا ريت لو فتحنا التعليقات قبل بدء الحلقة علشان الناس يعرفوا يكتبوا أسئلتهم، لأنه تقفل التعليقات قبل الحلقة، مش عارف ما هو السبب. مو مشكلة. هلا تعريف الإسلاموفوبيا، الهدف من الحلقة الأولى كان هو تعريف كلمة الإلحاد ككلمة ملغومة، يعني يستعملوها الناس للتهجم. واليوم حنتكلم عن كلمة الإسلاموفوبيا. وإذا تقرأ مثلا ويكيبيديا أو القواميس الحديثة، عامة بيعرفوها هو التحامل والكراهية والخوف من الإسلام أو من المسلمين. هذا هو التعريف اللي حنجده مثلا بويكيبيديا أو بالقاموس الإنجليزي عن الإسلاموفوبيا، وتعتبر نظرة إلى العالم تنطوي على كراهية ومخاوف لا أساس لها ضد المسلمين، تؤدي إلى ممارسات تمييزية وإقصائية، وهي تستعمل عامة كبديل لفكرة معاداة السامية عند اليهود. يعني اللي يتهموك يقول لك انت معادي للساميه، فما بيقولوش معادي للاسلام، بيقولوا اسلاموفوبيا، انت عندك الاسلاموفوبيا. وهي كلمه في الواقع مش عربيه بطبيعه الحال، هي كلمه مركبه من كلمه اسلام ومن كلمه الفوبيا او الفوبي بالفرنسي. فاللي بيرجع للمعنى اللغوي، أنا أحب دائما أرجع للمعنى اللغوي للكلمات كما فعلنا مع الإلحاد، لنرى إنها أصلا هي كلمة بسيطة ولكن سيست وفخخت واستعملت يعني لرمي الناس بها لإسكاتهم. فالفوبيا تعني هو الخوف، الفوبيا هي فقط الخوف، يعني ولا لها علاقة البتة بالبغض أو بالكراهية. بدأنا احنا بالتعريف التحامل والكراهية والخوف من الإسلام، حطوا التحامل والكراهية، لكن هي في الواقع لا تحامل ولا كراهية، فقط خوف. المعنى الكلمة أصلا هي خوف. وهي تشير بالنسبة لي الخوف من بعض النظم التي تنسب للإسلام عن حق أو زور. وعامة بيقول لك أنت إسلاموفوب أو عندك الإسلاموفوبيا، يعني أنت معادي للإسلام أو معادي للمسلمين. لكن كما قلت لغوياً هذا ليس معنى كلمة إسلاموفوبيا، ولكن هو الخوف من الإسلام. وأنا شخصيا كتبت مقال
سامي ديب إسلاموفوب ويعتز بذلك بالفرنسي. أنا أعتز بكوني إسلاموفوب. بقول لي إزاي أنت تعتز بأنك إسلاموفوب وهي كلمة سلبية؟ يعني أنت معادل الإسلام؟ كلهم لا، مش أنا معادل الإسلام ولا معادل المسلمين، لكن أنا خاف من الإسلام. وهي ليس مسلمانوفوب ولكن إسلاموفوب، أنا أخاف من نظام معين بسبب مضمونه، بسبب مضمونه. يعني فأنا أخاف من بعض النظم التي يتضمنها الإسلام، بيقول لك لا هذا مش الإسلام، بس هو جزء من الإسلام، على الأقل عندي جزء من المسلمين أو من تصرفاتهم. فأنا أخاف مثلا من العقوبات الإسلامية الوحشية التي ينص عليها القرآن والسنة، والتي تضمنها مشاريع قوانين، من ضمنها قوانين وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب. فاللي يقرأ هذه القانون، مجلس الجامعة العربية، مجلس وزراء العدل العربي التابع للجامعة العربية، إذا ما يخاف معناته إما أنه هو فاقد الإحساس أو أنه يعني داعشي أصلا، داعشي. لابد أنه يخاف، يقول له شو تقعد ترجم، تقعد تقطع اليدين، تقعد تجلد مثل رايف بدوي أو مثل هيك تصرفات غريبة عجيبة، وهذا ما بتخاف منها؟ ما بتخاف من هذه التصرفات السيئة؟ فأنا أخاف. يعني هناك نقاط مضامين في الإسلام تجعلني أتخوف منه. مثلا أنت تقول لي أنت تخاف ليه من الأفعى؟ أخاف من الأفعى لأنها بتلسع. أنا لا أكره الأفعى بحد ذاتها، لكن أنا أخاف أنها تلسعني. إذا أنت ما تخاف ما من الأفعى وتظلك قاعد عليك وبعدين قدامها وتلسعك، ده يعني الخوف هو جزء ردة فعل أمام خطر موجود وليس فقط خيالي. يعني أنت تقول لا أنت ليه تخاف من الأسد يا أخي؟ لا ما تخافش، خليك قاعد قدامه ولا تهتم، خليه حتى يفترسك. فاللي ما بخاف من الأسد مش هياخذ حذره، مش هياخذ حذره. فالخوف هو ضرورة لحماية الذات أو لحماية المجتمع أو لحماية الغير. فأنا خاف من النظم الإسلامية، أولها أسلوب التعامل العقابي وهو رفض المجتمع الدولي، كان موجود في الدول الغربية ولكن الوحيد اللي أبقى عليه وموجود في الطورة بطبيعة الحال، لكن الوحيدين أبقى عليه هم المسلمين على أساس أنه هذا الله أنزله. فإذا أنت تنتقد نظام العقابات الإسلامي تنتقده، يقول لك أنت إسلاموفوب، أنت معادل الإسلام. أخي إزاي؟ لا، أنا هذه العقابات أرفضها وأخاف منها لمجتمعنا، لأنه تحول مجتمعنا إلى مجتمع وحشي. وأخاف برضو من موضوع ختان الذكور والإناث، وهو هذا نظام موجود متعارف عليه، وهو أنا أعتبرها جريمة ضد الإنسانية إذا مورست ضد الأطفال. يعني إزاي أنا أقعد أقول لا لا ولا شيء الإسلام، بس أخي تأخذ طفل وتخلعه ملابسه وتقطع له جزء من قضيبه ويقعد يصرخ، وهذا ما بأثر بيك؟ يعني أنت فاقد تماما الشعور. فإذا أنت أنا مثلا المسلمين اليهود بيعتبروني معادل السامية لأني ضد ختان الذكور، كما إنه مسلمين بيعتبروني أنا إسلاموفوب لأني بنتقد ختان الذكور وختان الإناث. طبعاً الحال أنت تعرف أخي ما هي نسبة النساء المختونات في مصر؟ يصل ل 95%. أنا مش سامع صوتك، مش مهم، بس مش مهم. 95% تقريباً نسبة ختان الإناث في مصر. فإزاي أنت تقول أنت ما تخاف من هيك؟ نتعدي على 95% من يعني نص المجتمع. أضف إلى ذلك 100% من الذكور مختونين. ف
فأنت ما تقدرش تقول أنا ما بخاف من هذا النظام، هذا نظام وحشي، فأنا يعني أنا أخاف من هذا وأرفضه. فهم اليهود بيعتبروني معادي للسامية، والمسلمين بيقولوا أنت معادي للإسلام أو إسلاموفوب. كله أنا أخاف من هذا النظام لأنه يفقدني إنسانيتي، وأخاف من النظام الإسلامي عدم المساواة بين الرجال والنساء. إزاي نص المجتمع تعتبره ناقص عقل ودين؟ في مصر مرأة قالت أنا لست عورة وأنا إنسان، حكموا عليها بازدراء الأديان في مصر علشان رفضت إنها تقول إنها عورة. طب إزاي ما هو عورة أهو؟ ما هو الإسلام بيقول لك إنه أنت عورة. فبحد ذاتها هي رفضت إنها تسمى عورة، فحكم عليها بأنها معادية للإسلام. تصور يعني لحد وين وصل الغباء القضاء المصري. وأرفض مثلا عدم التسامح الديني، عدم التسامح الديني وخاصة في مجال الردة. يعني أنت تغير دينك، فإذا أنت تنتقد الردة يقول لك لا ده أنت معادي للإسلام. أخي وش بتعمل بالحرية الدينية؟ وش تعمل في المادة 18 من وثيقة حقوق الإنسان؟ هل أنت حطيتها في قدامه مش مهم؟ لا ولا يهمك يا أخي، اللي غير دينه إحنا نقتله أو تقبله. لا، أنا هذا النظام أرفضه وأخاف منه، أخاف منه على مجتمعنا لأنه تفقد الإنسانية، تفقد الإنسان من حقه الأساسي وهو أنه يعبد الله ولا يعبده حسب ضميره. فأنت تجرده من ضميره باسم التعاليم الإسلامية وترفض أنه ينتقد ذلك، يعني فوق حق دقه. شفت علي؟ فوق حق دقه، يعني تقول له لا أخي، الواحد له الحق، يقول لك لا أنت مرتد تقتل. لك أخي شو القصة هاي تاعتك؟ وبعدين أنا أرفض عدم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين. إزاي تفرق بين الناس على أساس إنهم في ناس معي على الخط؟ خليك معي، لازم أقطع الخط مع سكايب. فالحاصلة هنا يعني أنا أرفض إنك تفرق بين ناس ملحدين وكافرين ومؤمنين وما شابه ذلك. الإنسان يجب أن يعامل كإنسان مهما كان ديانته. فأي دين يجي يقعد يفرق الناس، ده كافرين، ده إسلام، ده دار حرب، إزاي هتعامل الناس؟ هل هذا النظام أنت لا يؤثر بك؟ هل مجرد أنك ترى نظام إسلامي يحكم على اللي ما يعتقد مثل أنك أنت كافر، يعني كافر يعني يحق قتلك وتنتقص حقوقك على أساس أنت لا تؤمن به؟ أنا هذا الدين أخاف منه طبعا الحال. بس أنت إذا تنتقد عدم المبادئ الإسلامية اللي ما بتعامل الناس بالمساواة بيقول لك أنت معادي للإسلام. لك أخي أنا مش طالب منك شيء، أنا طالب منك فقط اعتبرني إنسان مثلك، مو طالب منك يعني شيء غريب عجيب. أنا احترمك كإنسان، احترمني كإنسان، دينك إن شاء الله بتعبد القرد وأنا مالي فيك، تعال اعبد اللي بتريده. أنت أخي مرتد؟ لا، شيوخ الأزهر بيقول لك لا أنت مرتد، يعني أنت معادي للإسلام، يعني أنت لازم يقطع رأسك مثل ما قال شيوخ الأزهر في ميدان التحرير. لك أخي ما حقوق الإنسان، وثيقة حقوق الإنسان المادة 18 لكل إنسان الحق في تغيير عقيدته. طب هذا حقي، ليه تقطع لي رأسي على أي أساس؟ وإذا انتقدت قطع رأسي يبقى أنا مذنب. فهم علي؟ يعني أنا لازم أقدم لك رأسي مثل هيك مشان ترضى أنت، مشان يرضى الإسلام تاعك، مشان تكون كويس. يعني إن قطعنا رأسك بتكون كويس، إن بس عملت حقك بتكون كويس. هنا المشكلة. هذه النظم أنا شخصيا يعني أرفضها بتاتا وأخاف منها على مجتمعنا، لأن أفقدت الإنسان يعني إنسانيته.
بعدين أخاف من نظام مثل إنه تفرض على الناس إنهم ما يأكلوا برمضان أو تدخلهم السجن علشان يأكلوا. يا أخي الأكل حق طبيعي، الأكل حق طبيعي، اللي مش حياكل هو حر، إحنا بنجبره يأكل؟ ما بنجبره يأكل، إحنا فاتحين سمه وحاطين الأكل بسمه؟ لا. طب أنت ليش تمنعني إني أكل بشهر رمضان أو غيره؟ أنا مش متعدي عليك أصلاً، أنا أستعمل حقي في الأكل، كل إنسان له الحق في الأكل. أنت يا أخي عايز تأكل في الليل وتعبي بطنك وتصرف على قدر كل السنة في شهر رمضان على أساس أنت صايم وحتى تدخن في شهر رمضان، ده شغلك مو مشكلة. طب ليه تجبرني أنا إن أكلت يحطوني في السجن؟ في إذا تأكل في المغرب، يعتبروا المغرب بلد منفتح مثل هيك، أو في الجزائر إذا تأكل في رمضان يشوفوك تأكل حتى ورا الحيط. وقلت لهم لا، أنا أخي ماني مش مسلم، تركت الإسلام وصرت مسيحي أو صرت ملحد، بطلت أؤمن بالمبادئ. شو؟ أنت كمان مش مسلم؟ يعني أنت أصبحت كافر كمان؟ طب خلاص أهو. يعني أنت سودت وجهك بإيدك. لا، معناته ذنبين صار عندك، أولا تنكر أنك مسلم يعني ترفض الإسلام فأنت مرتد، وثانيا أكلت برمضان. فأنت أفضل تقول يا أخي أذنبت وأكلت وخلاص، يعني بحطوك ثلاث أشهر سجن أو مثل ابنه فوق غرامة، ما تكون له مرتد لا بيقطعوا لك راسك. يعني هذه النظم غبية، إزاي أنا ما خافش منها؟ إزاي تتعرف القصة؟ واحد في قريتي يوم هدول كانوا يدقوا حجار، يدقوا حجار مشان يبنوا، فبالحم مساكين قاعدين بالحم مثل هيك وحاط ميه بيشرب مشان الحم يضرب على راسه. واحد بقول له يا اخي ده رمضان ممنوع تشرب. يا اخي اسمع، شو انا عطشان الدنيا حم بتضرب فوق راسي وبشتغل وبدي اعيش اولادي مثل هيك؟ لا رمضان ممنوع ممنوع. قال لي يا اخي انا مش مسلم. قال له كمان مش مسلم؟ لا انت مسلم. قال لي اخي مش مسلم. قال له لا يعني لا انت مسلم. قال له اتفرج شوي، استنى شوي افرجيك اياه. حيفرجيك قضيبه انه مش مختون. فيعني شر المصيبه وما يضحك، هذول الناس عايزين يعني حقي يا اخي اشرب. ما بدك تشرب الكرد ياخذك، انت مالك ليش تجبط علي؟ انا مره رحت على مصر، انا رحت على مصر القاهرة، كان بزمن رمضان كان راسي يوجعني، لازم اخذ حبة اسبرين، بس لازم اشرب مية، ما اقدرش اشربها هيك، اكل حبة اسبرين يحرك لي معدتي. بروح على مبنى الاهرام، مبنى الاهرام الجريدة، بقول لهم للمقاومة ترجو تعطوني كاسة مية اشرب. بقول لي انت مش عارف انه رمضان؟ قلت له رمضان يعني شو؟ انا شو اعمل لك براسي؟ راسي بوجعني، بدي اشرب حبة اسبرين. قال لي رمضان ممنوع تشرب. قلت له اخي بيني وبينك انا مش مسلم. قال لي كمان كافر. قلت له يعني شو عمل لك؟ ما في حل، رفض يجيب لي. قلت له بيني وبينك بدي اروح ابول، ممكن تقول لي وين ابول؟ رحت ابول وشربت ميه وطلعت الحال من الحنفيه ولا ابن الحل حاط بعقله انه انت كافر وعايز تشرب كمان برمضان؟ لا ممنوع، تموت افضل. فاهم علي؟ اخذ مثلا انا ارفض العنف، اخاف من العنف على مجتمعنا، وانت شايف اللي بيصير، اللي يصير في مجتمعنا هدم وتدمير. انت اصلك اظنك سوري اصلك، انت شايف شو اللي صار؟ بطل حد يتعرف على بلد من مدن مدنكم من كثر الدمار. حلب كانت جوهرة خربوها بالكامل. طيب تيجي استاذ بنتي دكتور. نعم بنتي، انا ابن حلب. انا شفت انا طول عمري احلم ازور حلب وما زرتها. هلا شو راح ازور؟ شو ازور دمار؟ شو ازور دمار؟ طب في استاذه جامعيه، في استاذه جامعيه بالازهر تيجي بتقول لك بكل اريحيه، بكل اريحيه الاسلام يسمح لنا ان نغزو دول الاخرين.
وإذا قبلوا الإسلام خير وبركة، ما قبلوا الإسلام دفعهم الجزية. طيب إن وين ما رفضوا يدفعوا الجزية، مو مشكلة، بنقتل الرجال ونسوي ونسبي ونسبي نسبة نسبة النساء نسائهم، والدين يسمح لنا أن نمارس الجنس مع نسوانهم لمذلتهم. بتقول هيك على تلفزيون مصري وبكل أريحية، وده أستاذ الجامعة، وبتقول لي لا أنت أنت لا تخاف، لا لا ولا يهمك أخي، إحنا فقط عايزين فقط نقتلك، وفقط عايزين نسبة أمك وخواتك وجيران جاراتك. لا ما في شيء، الإسلام كويس، شو تزعلان ليش؟ هذا الله قال هيك، أنت تخاف من إيش؟ ليش تنتقد؟ فإذا أنت انتقدت هذه النظم يا بقول لك لا هذا ملهوش بالإسلام. طب ما هاي أزهرية بتقول لك هيك، ها أستاذ الجامعية بكل أريحية وبالتلفزيون ما شاء الله عليها بتقول إنه لا هذا الإسلام بعطينا حق إنه نمارس الجنس مع نساء المشرك الكفرة هذول لذل مذلتهم لنذلهم. طب هذا شخص بقول لا، وقاعد وقاعد بتفرج ومثل هيك ومثل هيك. طب والله أنا تمنيت إنهم يسبوها وتباع في سوق النخاسة مثل ما بيع يزيديات مشان تعرف عن شو بتحكي. هدول ناس ناقصين عقل ودين فعلا، يعني كلمة النبي محمد بالنسبة لها طلعت صح، أصبحت مرأة ناقص عقل وناقص عقل ودين، لا دين لها ولا أخلاق ولا عقل، هي بتقبل على نفسها إنه واحد يسبيها أو يسبي خواتها وأمها ومثل هيك. لا فأنت إذا تنتقد هذا المكان لا 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 إذا تنتقد لا هذا ربنا الأماهير. فقط إنك تنتقد هذه النظم بيعتبروك في الدول العربية، أنت روح على السعودية كلهم يا إخواني إحنا ضد النظام العقوبات تاعكم، بقول لك لا أنت معادل للإسلام، ده أنت إيه أنت إسلاموفوب. قلت له أخي المجتمع إزاي أنت حتساوي فيه إيه؟ والمشكلة إنهم بيعتبروا الإسلام دين إلهي، فالله كامل وإنه الله رضي للعالم هو الإسلام كدين رضي، ومن لا يتبع الإسلام لن يقبل منه حسب حسب القرآن، فكله لزقوا بالله. ما دام الله أمر هيك، مثل واحد بتقول لي كلي ليش الإسلام بصومه وليش الإسلام بفره حول حجر أسود وليش وليش. قلت لها اختي هذا الله أمر بهيك، فإذا الله أمر هيك خلاص، والقرآن بمنع إنك تسأل لأنه الله قاعد فوق وما تقدرش تتصل فيه تلفون. أخي مالك شو غير رأيك؟ ارجع لعقلك، شو جنيت أنت؟ شو لا طول عمرنا بنقول لك رجل عاقل، ما فايدة، شو ما في بادي. فإذا بتحكي الحكي هيك بيقطعوا لك راسك، والله في مصر، والله في مصر ما بتخلص بجلي، بيقطعوا لك راسك بتروح سنين سجن، بودوك ورا الشمس مثل ما بقول. فهناك خطأ بدائي انه بيخلطوا بين الدين والامور البشرية، وتضمن مبادئ والدين هو تضمن اشياء حسنة واشياء عاطلة، يعني في اشياء مش كل اللي في الاسلام عاطل، لكن هم بيقولوا لا كل ما جاء في القرآن هو حسن، كل ما جاء في الإسلام هو حسن، فأي انتقاد يوجه للإسلام يعتبر أنت إسلاموفوب. تقول لهم يا أخي أنا أخاف من هذا النظام، يقول لك لا أنت معادل للإسلام. فحولوا الكلمة من خوف الفرد على نفسه على مجتمعه إلى معاداة لحتى يسكتوك، لحتى يسكتوك. فيقول لك انت مالكيش حق تنتقد. طب ما ده مخالف اصلا لمبدا قراني، بيقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يعني اذا انت شايف شيء سيء واجبك انك تنتقد، مالكيش حق انك تسكت على الظلم، بس اذا انت حكيت انه هذا ظلم يا ويلك أصبحت أنت معادل للإسلام، أنت أصبحت إسلاموفوب. فأنا بقول لهم إذا كان هذا معاداة الإسلام أنا أفتخر بكوني معادل للإسلام، تفضل أهو أهو خلصونا بقى، أهو
تفضلوا انا معادي. اذا كان هذه تعاليمكم اخي وبتسموها هذا معاداة، طب معادي وخلاص وريحونا، عايزين منا ايه كمان افضل من هيك؟ بس هم مش عايزين، هم مش عايزين. انت خلاص انت تقبل هيك، انت تقبل بالموجود. طب بقول لك، طب انت على اي اساس اخي حتحكم علينا نحن انه هذه تعليم همجيه او مش همجيه؟ اخي على اي اساس؟ الله قال. انا مره رحت عند شيخ في مصر لما كنت اعمل الدكتوراه بتاعتي، بقول له ازاي انت توفق ما بين حقوق الانسان وما بعض النظم الاسلاميه اللي كلمتك عنها؟ بكل عن شو بتحكي؟ قلت له حقوق الانسان. بكل شو حقوق الانسان؟ شو هي حقوق الانسان؟ قلت له حقوق الانسان، وثيقه حقوق الانسان. قال لي ومين عملها؟ قلت له عملتها الامم المتحده. قلت له انت بتحط الله بحل الامم المتحده؟ شو؟ لا اخي، لا مقارنه ممكنه، لا مقارنه ممكنه. الله فوق والامم المتحده تحت. قلت شو دخل الله فيها؟ لا، الله قبل الامم المتحده. لكن لما يجوا صوتوا على وثيقة حقوق الإنسان أو مثل هيك يعترضوا. كل ما يقوله الله مخالف لهذا النص هو له الأولوية. طب يا أخي العبد ليش بتمضي؟ ليش بتمضي على وثيقة إذا أنت مش عايز تتبعها؟ فمحاطين الله فوق شيء. فهمت علي؟ هلأ شو هو الهدف من اتهام شخص بالإسلاموفوبيا؟ ما هو الهدف؟ يعني ليش انت يقول لك انت اسلاموفوبيا؟ يعني يوجه لك الاتهام، اصبع الاتهام، انت معادي للاسلام يا سامي، انت يا جان يا نبي جان، انت معادي للاسلام، هذا اجهر، هذا اجهر، هذا بتستحق عليه قطع راس. شو يعني هذا؟ علي؟ فهم عايزين انه يرفض اي نقد للاسلام ان كان معك حق ولا لا. لانه على الجهتين انت غلطان، انت على الجهتين غلطان. يعني انت ازاي تقول انه اذا كان معك حق تقوله انه هاي همجية؟ بقول لك لا، ازاي؟ ما ده ربنا. واذا انت غلطان كمان بتزيد. اخي هذه النظم اكل عليها الدهر وشرب وانتهى امرها. مثل قواعد حمورابي، تقعد تطبق لليوم قواعد حمورابي، فما حدش يقول لك انت معادي لحمورابي. انت ترفض تطبيق قواعد حمورابي، اذا انت معادي لحمورابي، يجب ان نقطع راسك. يا اخي انت هاي صارت مثل هيك. المشكله ان حمورابي ما عندوش العصمة، وكلامه مش منزل من عند الله، فإلك حق تنتقد كلامه. اما انك تنتقد نظم اسلاميه معاديه لحقوق الانسان، بقول لك لا، انت ما بصير الاسلام كامل. ازاي ترفض كلام ربنا، اوامر ربنا؟ يعني هو الهدف انه يثبتك عن تبدي رايك حتى ولو كان معك حق. وهذا في الواقع يعني مخالف برضه للحديث النبوي، بيقول الساكت عن الحق شيطان اخرس. ما هو الحق؟ ما هو هنا الحق واضح، عندنا نظم حقوق انسان، هذا هو الحق. لانه احنا المجتمع شاف ويلات الحروب وقالوا انه حنعمل وثيقه تعاقد بيننا، ازاي نمشي فيها على الخير حتى ما نظلمش حد بعض. بقول لك لا، هذا احنا ما لناش دخل فيها، احنا ما لناش دخل بيها، احنا دخلنا بوجود الله، بالله او شو قال وشو ما قال. ما هو الحق؟ مثل ما انت بتقول، هم عندهم ميزان والميزان تاعهم خربان اصلا. الميزان تاعهم فاسد، او عايزين يمشونا على ميزانهم. كل العالم مثل ما قال السيسي يقول يعني مليار علشان يعيش لازم يفني كل العالم كله. عندنا المشكله، فهم عايزين يسكتوا الناس. كل ما واحد يرفع اسمه بالشيب كله، انت معادي للاسلام يا سامي، انت معادي للمسلمين، انت اسكت، انت لازم تقتل، انت وانت وانت. يعني اذا انت مثلا طعنت في النبي محمد، او انك صورت انه المسلمين بيخلقوا مشاكل في الغرب، واضح. يعني احنا عندنا مثلا في فرنسا السنه هاي المسلمين في راس السنه حركوا 800 سياره، 800 سيارة. على أي أساس بيقول لك لا، ما هي بلد كفار؟
بالضبط دكتور. دكتور انا شفت ناس هون يعني جزائريين اول ما جيت على بريطانيا يقول شو شغلتك، يقول لي بواق سراق، ليش؟ انا هدول اموالنا ونحن عم نستردهم. فللاسف يعني بلاقوا لهم يعني تصريفه وفتوى سريعه، يعني بكونوا هن المجرمين وفرجوا للناس انه هن الضحيه. بالتمام بالتمام. مثلا احنا عندنا في سويسرا منعنا المآذن، فبقولوا سويسرا انت اسلاموفوب، ولكن يا اخي احنا ما منعناك تصلي، الدستور تاعنا بيسمح لك بالصلاه لكن مش بالصراخ، ما بيسمح لكش بالصراخ. حتى مسيحي يقعد على الجراثيم ويقعد يصيح الصبح يوجع راس البشر، والله بينزلوا سائد من سائدها، كله انت الله تعك حطه في جيبك وريحنا خلاص. بس هدول بيقول ربنا أمر الناس في مصر في ألف مأذنة وكلهم بيأذنوا كل واحد على طريقته، وأنا عشت سنة كاملة في مصر، إذا عايز تسمع شو بيقولوا ما بتفهم ولا كلمة، مثل الضباب طول البلد من عرضها من طولها لعرضها السياح ما تفهم ولا كلمة منهم. قال لهم اخي في ناس اطفال مرضى وتعبانين وعايزين يشتغلوا ازعجوا، فراحوا قالوا احنا نقطع سلك الكهرباء لانه بزمن النبي محمد ما في كان كهرباء وسماعات. قالوا للكتاب اللي كتبوا هذا الامر، قالوا احنا هنكسر كلامكم قبل ما تقطعوا سلك الكهرباء او هنقطع روسكم. فهنا المشكله. فانت اذا ترفض تعطيهم الحق منهم يوجعوا روس الناس على المآذن، هذا بترفض ذلك انت معادي للاسلام. سويسرا هون عندهم اكثر حريه الدين مما في بلادهم، ما حد معترض عليهم بدينهم، ما في حد معترض، ان شاء الله بتآمن بالكرد. انا شفت مسلمين بوزعوا القران امام البرلمان الفيدرالي، فرجيني دولة عربية مسلمة تسمح توزيع الإنجيل أمام البرلمان تاعها، ما في. يعني أنا شفتهم بعيني، وحتى أخذت منهم قرآن. يعني وناس كلهم، هل أنت بتسترجي تعمل نفس الشيء هذا في السعودية؟ لا. فإحنا لو إحنا من كلهم نمنعكم توزعوا القرآن، قولوا لا انت تمنع حرية التعبير. طب كويس بس اعطينا نفس الحق. لا، ده انت معادي للإسلام اذا تنتقدنا، انت ما لكش حق توزع القرآن الانجيل عندنا او تدخل في الانجيل، ممنوع. حاول مرة ادخل السعودية حط بالشنطة بتاعتك الانجيل، هتشوف شو بيسووا لك، بيسووا فيك، هيبهدلوك بهدلة ما بعدها بعد. فمقابل اسلاموفوبيا تجد اليوم في الغرب كلمة المسيحوفوبيا، يعني بيقول لك احنا حنعدد الاضطهادات اللي انتم بتمارسوها ضد المسيحيين حتى في الدول الغربيه، عدد الكنائس التي تحرق حتى في الغرب، المقابر اللي يتعدى عليها، او اذا مسلم غير دينه ازاي بهدلوه هنا حتى من المسلمين، او حدث انه في ناس اكلوا في رمضان صار عليهم شجار في وسط باريس او غيره، يعني ما تتصور الغباء تاعهم. طب هذه معاداة للمسيحيين. لا تتكلم شو بتساوي السعودية مع الواحد بده يصلي حتى في بيته، بغلبوه بحطوه في السجن وبرحلوه. فالغربيين هنا حاليا قاعدين يرضخوا للضغوط الإسلامية. أنا شخصيا يعني لاحظت أن الصحف الغربية تخاف من نشر مقالات ناقضة للإسلام. أنا شخصيا شفت حتى وإن كان على حق ولا تسمح بالرد على المقالات الدعائية الكاذبة التي تصدر عن شيوخ مسلمين يدعون للإسلام. يعني في عندنا شيخ موجود بفريبور كتب مقال بيقول أنه القرآن لا يوجد فيه عنف البتة ولا يدعو للعنف. ووزع لكل البيوت في مقاطعتين مجانا هذه الجريدة، وكل اللي فيه كذب. وطلبت من الجريدة إني أرد عليه، رفضوا. فبقى أنا اتصلت برئيس الجريدة قلت له بأي حق
بأي حق إنك تسمح له يكذب؟ وأنا لما رد عليه تمنعني، قال لي أنت عايز تحط حط الزيت على النار. وكأخي هو الكذب بتاعه مسموح، وأنا لما بدي أقعد أصحح الكذب يبقى أنا ممنوع؟ فهدول مش عايزين يخلوا الكذابين يكذبوا على راحتهم، ما تقدرش حتى في وسط سويسرا. انا مثلا كان عندي مدونه مرتبطه في جريده في مدينه جنيف، كل اسبوع كان يصلني تهديد منهم، انت بتكتب مقالات تنتقد فيها الاسلام، اذا ما بتتوقف احنا هنغلق المدونه بتاعتك في جنيف. في اخر الامر انا قلت لهم شو انتوا غلبتوني، شو انتوا اعطيتونا مدونات مجانيه وهلا تهتوا علينا؟ يعني مثلا انا ضد المقابر الدينيه، فانا قلت لهم للمسلمين ليش اخواني عايزين مقابر دينيه لحالكم؟ ما احنا كلنا عايشين مع سوا، بناكل مع سوا، فهم علي، وبتزوجوا مع سوا، وليش ما نموت مع سوا؟ هنا بسويسرا المقابر مدنيه مو دينيه. قالوا لا احنا عايزين يكون وجهنا اتجاه مكي. قلت له كويس، بنحط لكم شو اسمه مراه عاكسه امام القبر تاعكم، تتفرجوا على مكه ليل نهار وخلصونا، وليش تقعد مقابر من حالكم؟ انا اعرف السبب، هو انه بقول هذول الكافرين نجس، ممنوع تدفن مسلم بحد غيره مسلم. فعلشان انا بعت عملت صوره في المقال تاعي لمراه عاكسه في المقال تاعي، قالوا لي يا بتحذف المرآة يا بنحذف المدونة تاعتك. فتصور يعني الغباء. ومدينة مثل جنيف، مدينة مثل جنيف بتقول دولة الحرية ومثل هيك تمنعنا تحكي، وكلام كلام صحيح مو غلط. فهم يقولوا اهو اذا احنا بنسمح له يحكي مثل هيك، الدول العربية اللي موجودة في الأمم المتحدة اللي موجودة في جنيف حيقولوا احنا عايزين نغلق الأمم المتحدة في جنيف، مش عايزين ندخل فيها. فسويسرا هتعمل خسارة بهذا المجال، أفضل نسكت سامي مما أن نخسر الأمم المتحدة. دكتور عندي سؤال هون بصراحة، يعني إيه؟ يعني هل من المعقول لأوروبا وبهالقوة وهال يعني هل فهم العلمي والتقدم هذا خايفين من دول عربية يعني؟ هذا السؤال محله بطرحه كل يوم على نفسي بأي طريق. يعني يا أخي الفاضل وضلق، أنت تعرف أنا طبعت القرآن بالتسلسل التاريخي. تصور جامعة هارفارد العريقة، هارفارد أو أكسفورد، مش ممكن تعمل طبعة مثلها. لو تعمل طبعة مثلها السعودية هتقطع المساعدات المالية عنها. الكرسي بتاع الدراسات الإسلامية في هارفارد ممول من السعودية، والكرسي تاع الدراسات الإسلامية في أكسفورد ممول من قطر. تعرف طارق رمضان في سويسرا المعاش تاعه تدفعه دولة قطر. فإذا جامعة أكسفورد أو جامعة هارفارد بتنشر القرآن بالتسلسل التاريخي بيعتبروا هذا معاداة للإسلام وبيقطعوا الفلوس عنهم. تعرف السعودية صرفت 87 مليار دولار لنشر الإسلام في العالم، 87 مليار. نشوف القرائين اللي توزع مجانا بالملايين بالملايين. وأنا طبعة العربية أنا أعتقد إنها أفضل ألف مرة من طبعتهم. فقلت لهم أهديكم إياها وزعوها، أهديكم إياها مجانا، أنا وزعها مجانا ما في فائدة. هلا الاخطر من هيك انه هلا صارت محاكمات ضد منتقدي الاسلام. انت اذا تفتح ثمك في الغرب تنتقد في الاسلام بتلاقي 50,000 ابن عرص بيرفع عليك قضيه. تسال انت دخلك ايه يا ابني؟ ما الام دخل امك ايه بالموضوع؟ وبعدين وحتى ولو بتحكي حق ولو بتحكي الحق بقول لك لا، انت بتضر بمصالح الدولة الاقتصادية، انت بتضر بعلاقاتنا مع السعودية، ما نقدرش نعرف نبيعهم أسلحة، ما نقدرش نبيعهم طيارات، ما نقدرش نبيعهم مثل هيك. انت بتنتقد، ما تقدرش تنتقد. انت تعرف مثلا بفرنسا الامر
صار يعني فيها من أكبر الجاليات المسلمة في الدول الغربية، وهي أكثر الناس، أكثر الدول الغربية مع بلجيكا اللي بتبعث إرهابيين لسوريا والعراق. والمشكلة أنه هذول الإرهابيين ما زالوا بيستلموا معاشهم من المعونات الاجتماعية وهم في سوريا والعراق. تصور لحد وين وصلت المشكلة. يعني بيجي لسوريا بيهدم حلب، مين بيدفعوا الفلوس؟ فرنسا. المعونات الاجتماعية الفرنسية والبلجيكية ما زالت تصرف فلوس على مواطنيها المسلمين اللي بيروحوا بدمروا وبالقصبوا وبسبوا نساء اليزيديات في العراق وفي سوريا وغيرتها. تصور لحد وين وصل الأمر. تصور مدينتك حلب اللي الآن ما حد بيتعرف عليها من كثر ما هي خربانة، هذول بيخربوها فرنسيين مسلمين. واللي بيدفع المالية تاعهم معاشاتهم هي بتدفعها فرنسا. تصور لحد وين وصل الغباء. وهذا واقع، يعني في عدة مقالات أثبتت ذلك، إنه لحد الآن عدد كبير من الإرهابيين موجودين في سوريا والعراق من أصل فرنسي أو بلجيكي ما زالوا بيقضبوا معاشاتهم من هذه الدول. شفت الخطر لها. ومو فقط هيك، هناك جمعية صهيونية يهودية اسمها ليكرا، وليكرا هي مختصر كلمة عبارة فرنسية ليج انترناسيونال كونتر الراسيزم والانتسيميتيزم، تعني الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية، وهي مؤسسة من يهود. إذا أنت انتقدت الإسلام هذه الجمعية الصهيونية بترفع عليك دعوة. منظمة صهيونية بترفع على منتقدين الإسلام دعاوى، بتقول إزاي الدنيا مقلوبة ليه؟ إزاي أنتوا دخلهم إيه بالأمر؟ فالمشكلة إنهم هذه المنظمة ممولة من الحكومة الفرنسية. سنويا تحصل على قرابة 600,000 دولار. سنويا. وعندهم طاقم محامين بيشتغلوا عندهم، شغلتهم عملتهم يرفعوا دعاوى ضد الناس. مثلا انت يا اخي جان عندك هذا اجهر، اجهر هذا يعتبر اخي برنامج معادي للسام، معادي للاسلام، اسلاموفوب، فهنرفع دعوى ضدك وحنطالبك تدفع تعويض. ادفع تعويض 10,000 دولار لانك انت في يوم من الايام حكيت كلمه مش كويسه عن الاسلام او عن المسلمين. فانت يا اخي النبي جان، او سميت نفسك نبي، ما بصير. شو القصه؟ انت نبي من اين صرت نبي؟ برفع عليك وبطلبوا منك تدفع تعويض. والتعويض وين بروح؟ في جيبهم. طيب دكتور، يعني هل من المعقول تكون مقصودة سياسة فرنسية أو سياسة غربية لحتى مثلا يفرجوا الوجه الحقيقي للإسلام؟ يعني تكون هذا هو السؤال اللي يطرح، اللي أنا أطرحه. يعني أنا قلت في قضيتين المدعي اللي طلب، اللي رفع المحاكمة، رفع المحكمة الدعوة، هو لهذه الهيئة الصهيونية اليهودية، وثلاث محامين قاعدين مو واحد، والثلاثة بيقبضوا ويطلبوا في عدد. فتسأل انت شو القصة؟ ليه لحكوماتك؟ هذا غباء. انت ضد العنصرية فاهمين، انت ضد المعاداة السامية فاهمين، وانت ثانية واحدة، انت شو دخلك؟ هلو؟ ايوه. فالحاصل اخي، هذه الامور بتحير، ومش ما حدش عارف يفهم شو القصه. لماذا حركه صهيونيه يهوديه تقعد تدافع عن حتى تحكي حقيقه؟ اذا تنتقد الاسلام في موقع اسلامي بيقول الرد العلماني، في موقع فرنسي اسمه الرد العلماني. هذه الموقع ينتقد موقف الحكومة الفرنسية المخالف للعقل المؤيد للمسلمين والإسلام.
رفعوا عليه لحد الآن 18 قضية. 18 قضية، يعني كل سنة عندهم ثلاث أربع قضايا، تخلص قضية بيجي قضية أخرى، وكل ومن نفس المؤسسة الصهيونية، وكل مرة المؤسسة الصهيونية بتعبي جيبها منها. فهذول اليهود شو بيعملوا؟ بيقولوا للمسلمين شفتوا كيف بنحبكم، فما تضطهدونا لأن احنا بنحبكم بندافع عنكم. والقضية الثانية اللي أنا كنت فيها، اللي فيها محاكمة بشأن الإسلاموفوبيا، ما كانش في ولا مؤسسة مسلمة رفعت الدعوة، فقط الصهاينة. شيء بخربط العقل، في شيء بخربط العقل. وطلبوا مني شهادة، يعني أشهد. فأنا رحت مرتين على باريس لأني قلت هذا ظلم. فهم بالطريقة هاي، شو الحكومة عايز تغلق هذا الموقع، ازاي تغلقه؟ انها بتعمل دعاوى عليه حتى يفلس، ومو فقط يفلس، حتى اللي يكتب مقال حيدفع من جيبته فيخرب بيته فيبطل يكتب. يعني هو تكميم افواه. فانت مثلا انت شفت مقال في الموقع ريبوست لايك ينتقد الاسلام، تكتب رسالة للمدعي العام موقع ريبوست لايك ينتقد الإسلام، أنا عايز أرفع دعوة وأطالب بتعويض $2,000. المدعي العام بيرفع الدعوة بأيدك وبيرفع عليك محاكمة، بسوي محاكمة إليك، وبعدين يدفعوا غرامة. شو القصة هاي؟ شو القصة؟ فأنا رحت على 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 محاكمتين. واحد من المحاكمات كان غريبة جدا، رفعوها على عضو برلماني فرنسي موجود في البرلمان الأوروبي، يعني مش مخليين حد، واحد برلماني عضو برلمان فرنسي بالبرلمان الأوروبي، علشان شريط 5 دقائق، طالبين منه ما بعرف مبالغ الله الحاصلة. شو هو بيقول؟ لأنه بيقول هذه احنا في حرب مع مع الإسلام، عنوان الشريط تاعه نحن في حرب مع الإسلام الذي يريد أسلمة فرنسا، وأنا أرفض أن فرنسا تصبح مسلمة لأنه هذا مش مصلحة أولادي. علشان قال هيك المنظمة الصهيونية قالت له أنت معادي للإسلام والمسلمين ورفعت عليه دعوة. المسكين عطل كل شغالة، وقف محامين، وقف حراس اثنين علشان ما يقتلوهوش مشان يحرسوه. وانا جيت من سويسرا علشان ادفع لي الاوتيل روحه جاي، ما دفع ما طلبت معاش، بس قلت بدي يعني شهاده حق، ما بصير. اول مشكله اللي رفعوها قال له بس انت ازاي ترفع محاكمه على رجل انه عنده حصانه دبلوماسيه، حصانه برلمانيه؟ هم حتى المدعي العام ما نظر في القضيه، خلص في دعوة نرفع عليه دعوة ندفع فلوس مشان نكمم فمه. المحامي قال لهم لا 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 بمشي لي. أولا لازم ترفع الحصانة من البرلمان الأوروبي وبعدين تحكموا عليه. فكان مهزلة، لأن أنا جيت من سويسرا هناك، ولما أنت بتيجي تشاهد بطردوك من القاعة عشان ما تسمع الشيء، بخلوك برا وقت الشهادة بدخلوك. فهم شو ناقشوا 4 ساعات مشان اذا يرفعوا الحصانه ام لا، وانا مش عارف ليش حاطيني برا. يعني انا لسه مش ممنوع اسمع لانه فكر انه حيأثر بشهادتي، فحطوني برا وانا بنتظر يدعوني مشان القي شهادتي. بعد 4 ساعات مناقشات قالوا لي الغيت المحاكمه، اجلت المحاكمه للشهر القادم. وانا ضيعت 4 ايام ضيعت 4 ايام خدمه علم. طيب قلت لهم انا شو دخلني انا فيكم؟ شو القصه؟ في سبيل الاسلام شفت علي سبيل الانسانيه. بعدين ما قعدت الحلقه القاضيه بتدعوني بتقول لي تعال سامحنا اجلنا المحاكمه بندعوك غير مره. قلت له شو يا مثل الخصمات المغربل؟ راح جاي شو القصه تاعتكم؟ اتفقوا على قصه من الاول. بس يعني مصيبه، بس هو يغلبوك عمدا علشان تسكر ثمك.
في قضية أخرى، في قضية أخرى، علشان واحد تونسي، رحت مرة تانية على فرنسا، واحد تونسي كتب مقال عن عادات المسلمين، القتل والإرهاب والسبي والرضاع الكبير ومثل هيك. المنظمة الصهيونية قالت له أنت معادل للإسلام والمسلمين، رفعت عليه دعوة من جديد. من جديد، ودفع المدعي العام طلب 5000 إيرو يعني حوالي 6000 دولار، والحركة الصهيونية طلبت 2000 إيرو تعويض لها. وانت مالكم؟ انت مال أمك؟ وأنا جيت أشهد، وأنا بدأ بكل أنت يا سامي اشهد تقول الحقيقة. فأنه قالوا لي أنت دير بالك أنه مرة واحد شاهد بعد دقيقتين سكتوا، قالوا روح للبيت. قالوا لي هيك دير بالك، هاي القاضية معروفة أنا عقلة زفت، ممكن بعد دقيقتين تقول انت خلاص انتهت الشهادة بتاعتك بعد دقيقتين وروح البيت مع السلامة. فأنا خفت انه شو انا جاي 4 ساعات بالقطار روحة راجعة ضيعت يومين ومثل هيك مشان دقيقتين ما بينفع. فقالت لي تشهد يا سامي تقول حق، قلت لها بشهد اذا بتسمحي لي احكي، ولا انا ما بشهد. عامة السؤال هذا بمر مرور الكرام، يعني كل تشهد كل اشهد وخلص وريحنا. فأنا عبيط فلسطيني شو بدي أقول له؟ ما رضيت بالحكي، قلت له إذا بتعطيني الحكي بشهد، إذا ما بتعطيني الحكي ما بشهد. أنا بس حابب أنوه لأصدقائنا المتابعين إنه أنا راح أفتح السكايب الله، هل في تعليقات جدنا أنا راح أفتح السكايب وإذا بدكم. فقط بدي أخلص بدقيقتين مشان. فأنا سألتني عدة أسئلة، قلت لها يا سيدتي القاضية أنت مش فاهم شو اللي بصير بالشرق الأوسط. تتصوري يا سيدتي أنت لو كنت في دولة الخلافة الإسلامية لكان الزميل تاعك القاضي لو كان مسلم ببيعك مثل السبايا. فهي مسكينة التخمت وبتبص على القاضي بتقول له يعني أنت بتبيعني. كل القاعة باتوا ضحك، قالوا تعرف واحد فلاح دخل مدينة، بدأوا يدخل مدينة وأنا بايعها براس مالك، كل شيء بدي أعملها بدي أحكي لها إياها بوجهها. كنت عايزة كل حتى المحامية تاعت الليكرا هاي كان باعوها، بس المشكلة مش حلوة، مش هتلاقي حد يشتريها. بس كنت خليك ساكت. الحاصل المشكلة إنه إحنا في دولنا العربية بدنا نزين، بدنا نزين الإسلام، ولهيك مش هنتقدم. لازم ما إلا إذا قلت الحقيقة، مثل ما يقولوا المصريين الكذب ما له إجرين، ما بتروح بعيد مع الكذب. فهم عايزين يزوق وما تحكي، بس ما تقدرش إذا ما تقول للمريض تاعك، أنت لما تقول للمريض تاعك أخي أنت عندك مرض، هذا ليس معاداة للمريض، بالعكس لمصلحته. بس اذا انت قلت له انت عندك سرطان، انت عنصري، انت اسلاموفوب، انت معادل السامية، وانت يا اخي انا بمصلحتك بقول هيك، انا مو ضدك، بالعكس بدي اياك تكوني كويس وكل الناس، ويحطك فوق راسنا ونفتخر بيك، والله احنا جايين من حضارة عربية اسلامية وهو عايشين ومتعايشين والحمد لله ومبسوطين يعني ونفرج وجه منيح. بس انت سودت وجهنا وسودت وجه نفسك، انتوا اول الضحايا مو احنا. احنا صحيح رحنا بالمعي الحمد لله، الحمد لله غرقنا بالسش القارب تمام، بس هم مش عايزين، لانه الاسلام بيقول لك هذا من عند الله، ازاي تنتقده؟ فاذا انت ما نسفت فكره انه الاسلام من عند الله مش هتقدر تنتقده. ازاي انت تقدر لنفرض انه رئيس الاسد عمل اختراع، رئيس الاسد عمل اختراع، هو بفكر اختراعه احسن اختراع، ما تقدر تنتقده. فأخته هو اخترع بايسيكل دراجة، ما تقدر تساوي سيارة لأنه هو بيعتبر أنه الدراجة تحصل شيء. إزاي أنت بتغوش على رئيس الدولي؟ شو القصة أخي؟ ما بينفع، أنت صحيح رئيس الدولي بس أنت مش صانع دراجات، شو القصة؟ دراجتك هزفت مش نافعة، ما بينفع. هي الله قال رئيس الدولي عمل الدراجة، ما بصير. هاي مش يعني ما في مخترع في الدنيا عزيز قلبي قال إني أنا آخر مخترع في البشرية، كل مخترع شجع إنه غيري يتقدم إلا محمد. محمد قال أنا آخر الأنبياء، ما حدش يجي بعدي، واللي يجي بعدي أقطع له راسه.
فهنا تأخر المجتمع. المجتمع يبنى على النقد وعلى تحسين الوضع وعلى تجديد، إذا أنت ما جددت تخرب المجتمع. بس هم يقول لك لا، ازاي تنتقد الاسلام؟ تنتقد محمد اذا بتامن انه محمد هو اخر نبي وانه هذا مرسل وانه هذا معصوم وانه الاسلام ده دين الله، الله اللي انزله من فوق تحت، فاهم علي؟ ازاي تنتقد تنتقد الله؟ طب اخي الله وقرانك ومحمد وديهم الرحمن، ريحنا من القصه بتاعتك، انت خربت بيوتنا بهالشغلات. فهنا عاد بيستعملوا كلمة الإسلاموفوبيا لتسكيتك، وهكذا يبقوا على المجتمع كما هو. تفضل، خلينا نفتح الأسئلة إذا في شيء. مش سامعك. جانا اتصال. تفضل. من جانو. تفضل جانو. تحياتي لك أخي جان وللدكتور العظيم. طبعاً دكتور سامي. نبينا سامي اخي جانو، على هو بس ترفع الصوت شوي لانه الصوت ما واضح كثير. هلا واضح؟ تمام. اوكي. تحياتي لكم مره ثانيه. بالنسبه للملحدين، احنا طبعا جميع الانبياء كانوا ملحدين. تمام. جميع الانبياء كفروا اللي قبلهم. احنا كإنسانيين ملحدين إنسانيين نكفر فيهم، يعني مشان تكون النقطة واضحة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي عنده شخصية ازدواجية بمعنى الكلمة، أي شيء تدخل في مصلحتهم فهو هذا الشيء صحيح، وأي شيء تعارض مصالحهم هذا الشيء مش صحيح، حتى إذا بتكون حقيقة. والحقيقة احنا عم نشوف مثل ما بيقول الفيلسوف الالماني نيتشه، لسنا سوى قرده، لكي نكون الانسان يجب ان نعبر نهر الانسانيه. فالمسلمين والدينيين بشكل عام لساتهم في الضفه الاخرى، لساتهم قرده ما عبروا نهر الانسانيه. اتمنى من دكتور سامي انه كل أسبوع يكون معنا مشان نسمعه ناخذ بآراءه. تحياتي لك مرة ثانية وأشد على أيديكم. شكرا لك أخي جانا، شكرا لك. وأكيد نبينا بوعدنا كل أسبوع يكون معنا إذا بقدر. تفضل. أنا بدي أرد نقطة صغيرة. أنا أكتب مقالات في الحوار المتمدن، بيجي ناس بيقولوا لي بيرفضوا كل كلامي. قلت له لا أخي، اعتبر هذا كلام إلى مصلحة المسلمين، فإذا في شيء حسن خذ منه والباقي يرمي مش مشكلة، بس شوف إذا في شيء حسن، ليش أنتوا تنظر له فقط بسوء النية؟ لا، هو كل نقد للإسلام معناته تنتقد الإسلام كله برا. هم ما بيقدروش يقبلوا بفكرة إنه الإسلام ممكن أن ينتقد. المسيحية انتقدت، اليهودية انتقدت، كل الأديان انتقدت. لماذا الإسلام؟ لأنه بنيت على مبدأ خطأ، لأنه الإسلام ليس صنع بشري في رأيهم، هو صنع إلهي. إزاي تصل لالله؟ يعني إلا الله ينزل على الأرض وصلح الدين تاعه. المشكلة إنه الله ضيع التلفون وضيع الطريق وصار تعبان وخطيار وقاعد هناك على حاله مش عارف يشوف الطريق، شو صار يعمل وطرش، شو تسوي له؟ وقعد فهم المسلمين انه الله تعكم هذا صار تعبان، ريحوا الله منه. هو بالفعل خطير، يعني عمره صار 1400 سنة، يعني تمام، يعني معذور هو. في تعليق من الأخ جون الفلسطيني، بس تعليق طويل شوي. تفضل. بقول مساء الخير أخي جان، هذا تعليق على موضوع الإسلاموفوبيا. الإسلام كمرض عقلي، بكل أسف وحزن أرى أن الكثير من المسلمين يعانون من مرض عقلي قاتل وهو الشيزوفرونيا، أي انفصام الشخصية، وهذا ما أنتج للأسف الإسلاموفوبيا عندما يقول المسلم بأنه غير مسموح لأحد أن ينتقد الإسلام وأن الإسلام دين محبة وسلام، وفي نفس الوقت يقوم المسلمين بأبشع الجرائم الإرهابية ضد المرأة والملحدين والأقليات وكل إنسان مخالف لهم
عندها يجب أن يقال على المسلم بأنهم مصابون بمرض انفصام الشخصية. مثال بسيط، أنا أعيش في ألمانيا، لقد تعرفت أنا وصديقي الألماني على 3 عائلات مسلمة لاجئة من سوريا. عندما قمنا بزيارتهم للتعرف عليهم وسؤالهم عما يحتاجون من ملابس وأدوات منزلية، قالوا لصديقي الألماني أن الإسلام هو دين محبة وسلام ولا يوجد به أي إرهاب، وأنهم لا يعادون أحد، وقالوا لنا أنهم يحتاجون الكثير من المساعدات. فقام صديقي الألماني بتقديم لهم كل المساعدات من ملابس وأدوات المطبخ وفرشات وبطانيات فاطمأن قلبي لهم وقلت لهم أنني تركت الإسلام منذ سنوات وأصبحت ملحدا، وفي يوم من الأيام قمت بزيارتهم لوحدي بدون صديقي الألماني، فقالوا لي إني شخص مرتد وسوف أذهب إلى جهنم، ولو أتاحت لهم الفرصة لقاموا بقتلي فقط لأنهم يعيشون في ألمانيا لا يستطيعون القيام بذلك، ولكنني لو كنت معهم في سوريا لقاموا بقتلي فورا. فهنا يأتي مرض انفصام الشخصية المصاب بها أغلب المسلمين، إنهم يظهرون للمجتمع الغربي إنهم مسالمون ودينهم دين سلام ومحبة، ولكن في نفس الوقت قلوبهم ممتلئة حقدا وكراهية لكل البشر. سؤالي لنبينا السامي الذيب، هل نستطيع أن نتخلص أن نخلص المسلمين من مرض انفصام الشخصية؟ وشكرا لكم أخوكم الفلسطيني جون. وفي سؤال ثاني، هو نفس الشخص بالرجع بعث لي سؤال وسؤال آخر، لأن الكثير من الغربيين مخدوعين بأقوال المسلمين بأن الإسلام دين محبة وسلام، كيف نستطيع أن نقنع الغربيين بأن الإسلام هو دين إجرامي وإرهابي؟ في سؤالين هون صار يعني. أيوة، سؤال موجه عن المسلمين وسؤال موجه عن الغربيين. المسلمين للأسف يعني أهو أوقات بيقول فالج لا تعالج من ما يقولون، يعني هذول مقطوع الأمل فيهم، إلا إذا صاروا ملحدين. إذا صاروا ملحدين يعني الله هداهم هذا غير شيء. إنك لا تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من شاء، إن الله يهدي من يشاء. أنا أظن يعني إنه لازم نغير نمط تفكير تاعهم، وهذا مثلا ما أسعى له في مقالاتي، أطرح أسئلة جديدة هم مش متعودين لها. لنفرض أنت راكب قطار وبتمر في منطقة دائما بتنظر نفس المنظر ومتعود على نفس المنظر، والشخص هذا جاي من سوريا ومتعود أنه المرتد يجب أن يقتل. طيب يوم من الأيام أنت بتشيل سكة الحديد وبتغير مكانها، الرجل يلتخم، كل شو القصة هاي؟ كله من الفرجي غير مكان أخي، من الفرجي غير مكان. تشوف ان الدنيا مو كلها فقط مثل بسوريا، لا، وهذول التعاليم اللي اعطاك اياها الاسد وكرابطه مع معاهد الاسد لتحفيظ القران، هاي خربت عقلك انت. طيب اذا كنت مبسوط، انت بديانتك مبسوط، شو جابك لالمانيا مثلا؟ مش انت اللي انت جاي هنا تخرب البلاد كمان؟ يعني فيش انك خربت بلادك جاي تخرب كمان بلاد الاخرين. يجب يعني المحبة يجب أن تبقى، يجب أن نحب جميع المسلمين، وكل ما كانوا أغبياء يجب أن نحبهم أكثر. يعني الصحن الكبير لازم يسع الصحن الصغير، أبد ما تخلي شعور بالحقد يكون فيك. مهما أخطأ أخوك، إخواننا المسلمين هم ضحايا الإسلام، لازم نساعدهم بهذا المنطق. الغربيين يا للأسف هم الثانيين جهال، يجب أن نوصلهم المعلومات يعني بالطريقة اللي ممكنة. كل من هو على قدر استطاعته، أنا في كتاباتي مثلا أحاول أكتب بالفرنسية وبالإنجليزية ومثل هيك، نوصل بالمحاضرات، يعني نعطي كل المجالات الممكنة. هاي أنت برنامجك إن شاء الله مسموح حتى من اللاجئين السوريين، نقول لهم إحنا مو ضدكم، بالعكس إحنا مصلحتكم، بس الوضع تاعكم هو مزري وحتستفيدوا ايه تخربوا بلادكم. انا شفت مثلا صوماليين موجودين في فنلندا برمضان بيعملوا دورات بالمطاعم، اذا شافوا واحد لونه اسود شوي او يعني قمحاوي بضربوه لانه باكل برمضان. كل شو القصة؟ تجاهد طالب لجوء سياسي في فنلندا وجاي تعمل بوليس هنا. هذه مشكلة، يعني عندنا مشكلتين، ازاي تسمع الصوت الحقيقي للمسلمين وازاي تفهم الغربيين الحقيقة. بس اهم شيء على رأيي
من الجهتين انه لا تحمل ابدا البغض، لانه اذا انت حملت البغض، البغض قتال لنفسك وللاخرين. يجب ان تفهم انه هذه رساله لنا ان نبلغ المعلومات بكل محبه وكل انسانيه، ونفهم انه هم ضحايا، الغربيين ضحايا، المسلمين بذاتهم ضحايا، بدها وقت. هم 14 سنة 14 قرن غسيل مخ. يعني بتزرع حبة زيتون هي بتطلع، بس بدها وقت يا للأسف. يعني قبل 35 سنة مش ممكن تعطيك ثمر. فاحنا علشان نحرق قلبنا والمصايب عايزيننا تطلع. اليوم بدنا نعصر، اليوم بدنا نزرع، وبكرة بدنا نعصر زيتون. يا أخي ما بينفع هيك. ما في نبتة بتطلع ثاني يوم وبعدين تعصر الزيتون تاعها. كلها بدها وقت، بدها صبر وبدها مثابرة. المسلمين مش لسبب انهم كل يوم 5 مرات بروح يصلوا، كل يوم 5 مرات مشان يغسلوا لهم مخهم. احنا لازم نعمل 6 مرات، لازم 6 مرات، يعني لازم نكسر نصير أزود منهم. يعني إذا هم صلوا 5 احنا صلي فوقهم 6 مرات حتى نقنعهم، بس بكل محبة، بكل هذه الأساس. وعلى فكرة أنت عملت لي شريط صغير، موقف الفلسطينيين، موقفك يا سامي عن قضية فلسطين، حطيته في موقع عن دولة واحدة في فلسطين. بعرفش إما هم أغلقوا الموقع أو إنهم منعوني من الموقع. يظهر منعوك يا دكتور، لأنه كثير بصراحة. بس أنا ما قلت لهم شيء يعني ضدهم. بس إزاي أنت بتنتقد الإسلام؟ هاي ما بيقبلوهاش. إحنا لازم نفهمهم الإسلام هو دين كغيره، كالفاشية، كالنازية، كالشيوعية، كالديمقراطية، كل شيء حق انتقاده. تفضل. معنا اتصال من الأخ جمال. أخ جمال تفضل. اهلا وسهلا. على وقت علي صوتك بس شوي يا اخ جمال. هيك سامعني منيح؟ تمام. معلش، اول شيء يعطيكم العافيه انت والدكتور. اشوف الدكتور عم بحكي. لا مش الدكتور، النبي سامي. هذا النبي سامي ما هو دكتور. صحح كلامك ارجوك. اول استاذ سامي، النبي سامي. انا معلش، انا من متابعيكم المسيحيه، اذا تسمحوا لي، يعني اذا في اي مشكله. ولا يهمك، تفضل. لا بس انا نبي، ما خصني بيك. أنا فلسطيني عايش في ألمانيا، مسيحي. عندي سؤال، لأنه شفت ابنك. نعم. أنا عندي سؤالين عن قضية فلسطينية، وعندي سؤال عن الإلحاد يعني بشكل عام. الحين عن قضية فلسطينية عندي سؤال، يعني إحنا المسيحيين في فلسطين عايشين بين نارين، عايشين بين نار الاحتلال الإسرائيلي ونار التعصب الإسلامي. يعني والأستاذ سامي الذيب يعني من الأشخاص اللي بعرفوا أنه من الشباب ده من خلفية مسيحية. يعني على سبيل المثال، أنا من بيت لحم، يعني في عندنا مشاكل يعني بتصير على أراضي، في هجومات تعديات على المسلمين على أراضي على أديورة، وفي نفس الوقت ما بنقدر ننادي السلطة الفلسطينية لأنهم بتعدوا على، لأنه في نفس الوقت ما بتدخلوا بصفوا لصالح المسلمين. وزمنا النادي الحكومة الإسرائيلية عشان مثلاً هتتدخل في أراضي سي، مثلاً لما تكون روح مثلاً بخضوا الأرض، فأنا يعني مثلاً بخضوا بسير لهم محكوك فيها. فأنا حاب أسأل الأستاذ أو النبي زي ما حضرتكم بتقولوا، إنه شو رأيه، شو إحنا دورنا، شو لازم يكون موقفنا؟ يعني أنا من سكان الضفة، يعني حتى احنا عندنا حقوقنا ما بنقدر نعبر عليها. يعني لان انا مثلا بدي انقذ الاسلام في بيت تحم، يعني في اول شيء خطر على حياتي، والخطر الاكبر اللي انا بخاف منه هو الخطر اللي بيصير على اهلي. ونفس الشيء هذا في المانيا، يعني حتى في المانيا اذا انت على مواقع التواصل الاجتماعي بتعبر عن رايك بيصير في خطر عليك، والخطر الاكبر انا من ناحيتي بخاف منه هو خطر على اهلي. فشو الحل، شو الطريقه اللي احنا لازم نجهر فيها مثلا لما نكافح التطرف الإسلامي؟ ومن ناحية وكمان سؤالي كمان، إحنا كفلسطينيين شو لازم يكون، كمسيحيين شو مثلا لازم يكون دورنا حسب رأيك؟ وسؤال كمان عن قضية الفلسطينية والعروبة، شو رأيك في ادعاء الفلسطينيين إنهم عرب؟ وهل أنت عندك نظرة ثانية؟ لأنه أنا ما بعتبر حالي كفلسطيني مش عربي. وعلى موضوع السؤال الأخير اللي هو على الغرب، على إحنا
انا عايش مثلا في المانيا، هل انت في نظرك هذول كل الليبراليين الاسلاميين اللي بنشوفهم بيطلعوا على التلفزيون في المانيا مثلا وبيدعوا انه الاسلام دين محبه ودين سلام، هل هذول الناس بيحكوا هذا الحكي من قلبهم؟ هل هم مآمنين فعلا انه الاسلام دين سلام، ولا هاي عباره عن استراتيجيه عشان يعني يمهدوا الطريق للارهابيين او يمهدوا الطريق للاحتلال والاستعمار الاسلامي؟ بس هذا هو. اوكي. شكرا لك اخي جمال، شكرا كثير، تفضل نمينا. شوف أخي، فعلا الأمور اللي أنت طرحتها مواضيع أساسية. ما هو دورنا كمسيحيين؟ أنا برضو مسيحي، يعني من أصل مسيحي، ولو إني ملحد، أنا مسيحي ملحد بس على طريق التعريف تاعي. إذا سمعت الحلقة السابقة عن الإلحاد، مثل ما قلت، إحنا دورنا المحبة، يجب أن نحب المسلمين والجميع من دون أي تفريق، ويكون قصد نيتنا دائما سليمة، إنه إحنا إذا ننتقد الإسلام لا ننتقده عن بغض أبدا وعن واقع. أنتوا شوفوا بذاتكم، هل أنتوا مبسوطين بالوضع اللي أنتوا فيه؟ هل المسلمين في العراق مبسوطين بين بعضهم؟ هل المسلمين في مصر مبسوطين؟ طب إذا كان المسلم، لماذا آلاف المسلمين من المغرب بتركوا المغرب بروحوا لألمانيا يطلب اللجوء السياسي؟ معناته الوضع سيء. فإحنا المسيحيين يجب يعني أبداً ما يكون موقفنا عدائي أو كراهية. هذه أساسيات. طبعا الحال كل واحد يعمل على قدر الإمكان، والمسلمين يعني ممكن بطبيعة الحال الناس يرفضوا أي انتقاد البتة، بس ده واجبنا. يعني إذا أنت تروح عند طبيب، الطبيب مجبور إنه يقول لك أخي أنت عندك المرض الفلاني، وهذا ليس معاداة لك ولكن لصالحك الشخصي. هذه أساسيات. أما إذا قعد الطبيب يقول له لا، أنت ما دام أنت مسلم مش عداويك، ما دام أنت مثلا هيك أنا مش عتم بيك، والكرد ياخذك مثل هيك، بصير عداء بطبيعة الحال. بس الطبيب واجبه إنه يقول له أنا ما بحكي لمصلحتي، مش عشان أقضي فلوس، أنا مش قاضي فلوس، يعني والله أنا إذا بدي أصير مليونير ما أحسن مني، ما في أفضل طريقة من إني أقعد أمدح في الإسلام، والله كل السعودية بتعطيني فلوس الله، بس لا مصلحتي لا مصلحتهم هذا بضر في المسلمين. فلازم نفهم المسلمين إنه علاقتنا معهم هي علاقة أخوة بالإنسانية، ولا ننتقد الدين الإسلامي لأنه هذا إحنا ضده أو ضد فلاني فلاني، لأنه وضعنا مزري، وضعنا مزري. هلا الغربيين هو كثير من الأوقات عن جهل، ما يعرفوش الأمور. يعني حتى هنا أساتذة الجامعات عمرهم ما درسوا الإسلام. دورنا إحنا نفهم الناس هدول. كل يوم بيجيني أسئلة من غربيين، شو بتعني هذا وشو بتعني هذا وشو بتعني هذا. جامعاتنا لا تقوم بواجبها، الجامعات لا تقوم بواجبها، المدارس لا تقوم بواجبها، السياسيين خايفين، فإزاي الشعب حيتعلم؟ يعني هي كلها بدها مثابرة وبدها وقت، بدها مثابرة وبدها وقت. والجهل لازم إحنا نعلمه أكثر. عجائب يلي للأسف انتهى وقت العجائب، ما ظلش حد عجائب. يعني إذا يقعد المسيح ينزل ثاني مرة أهلو سلبي وبدفع له التكس من المطار لهون، بس ما أظن أنه حيرجع. يعني بدها صبر يا أخي. أنت أهل بيت لحم وبعزوا علي بيت لحم، مدام أني أنا درست كمان في بيت لحم، ودائما كنت أزور مغارة السيد المسيح هناك، وبعرف أنهم بين نارين لا بين ثلاث نيران، بالعكس يعني نار اليهود نار المسلمين ونار الغربيين الأغبياء. يعني السيد المسيح كان حامل صليب، إحنا حاملين ثلاث صلبان، مسيحيين الشرق احنا حاملين ثلاث صلبان، صليب اليهود وصليب المسلمين وصليب الغربيين الاغبياء. هذه مشكله. يعني وضع السيد المسيح افضل بكثير من وضعنا، لانه كان عنده صليب واحد. هذا هو الحقيقه يجب ان نفهم. لكن رغم ذلك انا ارجع اقول يعني مبدا المحبه هو اساسي في كل علاقه تعامل مهما كان الشخص اللي امامك. هذا الطريق الوحيد. إذا أمامك واحد مريض يجب أن تحبه، إذا بتبغضه مش ممكن تداوي.
يجب أن يكون علاقة محبة مع المريض مهما كان. مهما أنت تعرف قصة السامري الصالح، السامري الصالح مش ضرورة أعيدها لك مدام أخونا مسيحي بيعرفها. فاليهودي السامري اللي بيساعد اليهودي وهو ألد أعدائه، هذه المحبة هي اللي ممكن تبني مستقبل لمجتمعنا. يعني أكثر شيء يبعد عنه هو البغض. لا تعطي أبد انطباع للآخرين إنك تبغض أحد، بالعكس أنت لصالحهم. أنا لما أطبع القرآن وأشتغل عليه ومثل هيك، ليس بغضا بيهم ولا بحد، أصلا القرآن يعتبره جزء من تراثي، هو للصالح العام فقط، ومش باخذ عليه فلوس. يعني ما حدش يقول أنت مدفوع، الناس بيقول أنت مين بمولك، اليهود الصهايني وما أعرفش مين. إيه أخي، يعني ما فيها مرة تفكر إنه ممكن سامي يكون عنده نية طيبة وبده يساعد. خذها بالمعنى اللطيف، ليش تاخذها بالمعنى السيء؟ إيه والله إذا عندك بترول ما في مانع تعطيني بير بترول، بس صدقني ما حد معطيني شيء. حتى ولا النبي جاي مدافع لي مبلغ ولا شيء، ولا هو المسكين جاي شيء، بالعكس إحنا للصالح العام فقط للإصلاح. وهذا مبدأ المحبة، هي ربما من أساسيات كل علاقة إنسانية سليمة. بعرفش إذا استطعت أجاوب، بعرف اللي إيده في النار مش مثل اللي بيده بالمي، بعرف بس هذا هاي الدنيا. مدينة سامي كان في عنده سؤال ثالث، هو هل الإسلاميين الكيوت هم صادقين؟ يعني الإسلاميين اللي بيجوا وبيلمعوا وجه الإسلام بالغرب، الموجودين بالغرب ويلمعوا وجه الإسلام، هل هم صادقين بدعواهم؟ هم صحيح، هو ممكن كمان هم عن جهل، هم بيكون عن جهل. يعني في ناس بعد مدة، أنت كنت أصلك مسلم أخي جان، نبي جان، وأكيد لما أنت كنت مسلم كنت بعتقد برسالتك. أحمد حرقان كان سلفي وكان يدافع عن الإسلام وكان يعني مؤمن بقضيته، لكن يوم الأيام الله هدى وصار ملحد. فيعني أخذ الشيء بالمعنى الإيجابي، إنه هدول يعني مثل ما قال السيد، اغفر لهم أبتان لأنهم لا يعرفون ما يعملون. هذول عن جهل بيعملوا مثلي. طبعا الحال هناك مراوغة من هون هناك، بس نأخذها دائما في المعنى الإيجابي، نأخذها على قدر الإمكان في المعنى الإيجابي، إنه هذول ضحايا الإسلام، وإنه يعني لابد إنه يوم من الأيام تفتح مخهم. هذا مبدأ أنا عندي أساسي، يعني أخذ الأمور بالإيجابية على قدر الإمكان. تفضل. الأخ جمال عم بيقول كمان على وقت تعطيني جواب عن موضوع العروبة، إنه أيوة بالطبع العروبة، هذه المشكلة. صحيح إنه إحنا فرض علينا اللغة العربية، لكن هي لغة المنطقة كعامة. هي المشكلة إنه إحنا ضيعنا اللغات الأخرى، إحنا ضيعنا اللغة. ما عندنا مانع إنه يكون اللغة العربية موجودة وإحنا اللي نتكلم بيها، وما عندناش لغة أخرى نتكلم بيها، اللغات الغربية منيح. هل أصلنا إحنا عرب؟ مش معروف أصله من مين واحد منا. يعني أنا ربما أصلي يهودي أو فرعوني أو ما أعرفش إيه، أو بابلي أو ما أعرفش إيه، ما تقدرش تقعد تفتش من ربما أصلي كردنة كمان، يعني ما تدري شو. المهم إنه في الوضع الحالي إحنا بنتكلم اللغة العربية وهذه لغتنا ونعتز بها طبيعة الحال، لكن مو سبب إنه تحرمنا من حقوقنا الإنسانية، هذه أو حتى حقوق الأقليات من لغاتهم، اللغة الأشورية، اللغة الأرامية، اللغة الأرمنية، وهكذا اللغات يجب أن نحافظ عليها. المشكلة إنه إحنا دولنا العربية ما بتحترم هذه الميزات، يعني مؤخرا فقط قبلوا باللغة الأمازيغية في الجزائر جزئيا. فلو إنهم حافظوا على هذول اللغات هو غنى. في سويسرا إحنا عندنا أربع لغات، حتى إحدى اللغات الصغيرات ما كانش عندهم كتاب قواعد. الحكومة الفيدرالية دفعت لهم فلوس علشان يكتبوا كتاب قواعد. تصور يعني لحد وين وصل الثقافة والأدب والأخلاق، إنه
ايه ما هذا هو، لو انت قلت انت لغتك امازيغي، احنا امازيغيين، وانت ناس احرار، العالم بتاعهم جميل جدا، العالم بتاعهم بتاع الامازيغ، بيكسر سلاسل العبوديه. انا اعشق العالم الامازيغي، لو احترمنا الامازيغ مثل ما لازم لكان حطولنا فوق رؤوسهم. اما بطريقه التعامل اللي عملوهم والسبي والقتل والذبح مثل هيك، ايه هلا شو العداء بين فارس والعرب؟ ليش؟ لانه العرب استعبدوهم وسبوهم وخربوا مملكاتهم، إيه لو عملوهم بالحسنى لكان ما في مشكله، ما عملوهم لهيك لحد اليوم او 14 كانوا مش متخلصين، لا الشيعه منا هذول ولا هذول الفارسين. سمعت انه هذول 50 مليون ناخب اليوم في ايران، شو هذول؟ ما بينسوا المصايب اللي مروا فيها، ما بينسوا المصايب، انه سبوا نسوانهم وخربوا بلادهم وقصورهم وشي، وهذول جلف عرب جاء شو خربوا بلادهم. بس يعني اهو ما ننبشش عن الباضي، بس نحاول نبني على الموجود ايجابيا. تفضل. اكيد. في الاخ جانو كمان بيقول لي النبي السامي سيد الانبياء بدرجه دكتوراه. تفضل. لا هو بس وصف عفارب علي. يعني انا القصد من استعمال كلمه نبي انه احنا بنقول النبي محمد وما تسمش ما فيش نبي غيره ولا شيء، لا عزيزي العكس، يعني مش ممكن تكون ما في مخترع اخر، مش كما لا يمكن ان تغلق الباب للمخترعين، تقول ممنوع تعمل اختراع اي جديد. تفضل. في عنا هون واحد اسمه ستار ثمر، ايه نازل ما شتائم شتائم شتائم، وفي النهاية بيقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل. امين يا رب، امين يا رب، احنا كمان ندعو له بالهداية، شو بدك احسن من هيك؟ احنا نحبه، واذا محتاج شيء بعت لي رسالة، اذا محتاج فلوس ندفع له. ها خلي يبطل يسب علينا. لا فبتعرف يعني المسبات هي تعبير عن حاله نفسيه، غضب داخلي، فخليه يريح عن نفسه، ما مشكله، سب اخي قد ما تقدر ولا يهمك عزيزي، احنا جملك وحملنا. للاسف دكتور، يعني المشكله انه يعبر عن ثقافه كامله، هو لا شخص، يعني هو يعبر ضحيه، هو ضحيه، افهم انه كضحيه، هذا صحيح. مسكين، اذا بتشوف واحد مريض يتقيأ اعرف انه مسكين هذا، يعني ما بتقيأ علشانك، هو حالته مرضية، فخليه يتقيأ لانه هذا ممكن يريحه. فانا هذا اللي سبه كله رجاء كمل مسبات، اذا هذا بيريحك احنا بنتحمل، مو مشكلة، انت اخونا، والاخ الصحن الكبير بسعى الصحن الصغير. فارجوك اذا بديت الشتائم، اذا كتبت سطرين شتائم اكتب 10 الان، ايه كمل شتائم، بلكي ربنا ارتحت نفسيا، يعني الكلام لانه بيساعد لراحة النفس. واحنا مثل ما قلت لك انا جملك وحملني. تفضل. هو انا كمان ادعوه، يعني بصراحة بعد ما يكمل شتائم يشغل عقله شوي، يعني كمان في عم الاخ جودل. مرحبا يا استاذ جان ويا استاذ سامي. عفوا يا اخ جودل، اول شيء لازم تقول مرحبا يا انبياء. ايوه تمام ايوه. عندي نظريه وارجو رايكما فيها. تحريم الرسم والموسيقى في الاسلام هو السبب الرئيسي في التخلف والهمجيه في هذا الدين. انا اقترح تعزف الموسيقى في المساجد كانجح حل لمشاكل الارهاب. تفضل. ايوه انا عندي مقال عنوانته الجمال من أساسيات التقدم والتقبل. الجمال هو ممكن جمال إنساني، ممكن النحت، ممكن موسيقى، فعلا هو هذا. لماذا مثلا الإيرانيين تقدموا والعرب تأخروا؟ اسأل، هذا مهم سؤال، تفهم إزاي هل الإيرانيين يعني عندهم صناعات جدا راقية ومتقدمة جدا، لأنه الإيرانيين ما زالوا محافظين على الفن، هذول فنانين وموسيقيين يعني مشهورين. وأنا زرت إيران مرتين، والصور موجودة في كل مكان، فهم علي؟ وحتى النبي محمد بصوروه، بينما بالإسلام ممنوع،
السني ممنوع. فالحفاظ على الفن هو من أساسيات التقدم، هي من أساسيات التقدم. وكلامك صحيح، لو إنك بتعزف الموسيقى بدل ما تقعد طلطل مثلا أو مثل هيك، أكيد هذا راقي، هذا أمر راقي. وأنا أشجع، وعندي مقال طويل عن كتاب صار لماذا قصروا التماثيل، لماذا قصروا التماثيل المسلمين. هذا تأخر، هذا تأخر فعلا. وحتى الشركات أخي بتصرف ملايين الدولارات بشان كل يوم الصبح واحد يجيب ورد يحطه في مكتب الاستقبال. هو الورد بيساوي الشغل؟ ما بيساوي الشغل الورد، لكن بيساعد الناس انه يكون رقي، يعني انه فتح مخه. يشتري لوحة كبيرة جميلة يعلق على الحيط، هي اللوحة اللي بتعمل مصانع؟ لا، بس بتخلي الواحد عقله يريق يروق. فاهم علي؟ هلا انت لو تقعد على تروح تاكل اكل وشفت على مائدة على طاولة في سلة مهملات والثاني موجود باقه ورد، اكيد حتروح تقعد بحد باقه الورد. ها اذا الصبح بتلاقي واحد بشعة او ما اعرفش ايه او بس اسود تتشاهد. فاهم علي؟ تشوف غزال جميل الصبح بتقول ما شاء الله ما شاء الله، صباحك غزال يا ستي اهو. احنا عندنا عزيز قلبي واحد في القرية كان اسمه حنة، هذا حنة كانوا يسموها حنة الأهبل، حنة الأهبل. فحنة الأهبل هذا لما كان يروح على القدس يشوف البنات الحلوات اللابسات قم قصير يروح قارصهم. يروح قارصهم يقول له يا حنة أعقل، يا حنة أعقل، ما بصير تقرص البنات. شو بقول لهم؟ لولا الستات لكان الرجال مشوا على أربع جرين. هذا الجمال الإنساني، هم كل شيء جميل عايزين يغطوه. أخي أنا يقولوا لي أنت ضد ولا مع الحجاب؟ قلت له أنا مع الحجاب. شو؟ مع الحجاب بس للبشعين فقط. رجال أو نساء. أنت ما بتقدر تغطي وردي؟ لا، مزبلة غطيها، غطي المزبلة على الأبو اللي عملها. بالضبط. وأنا يعني بما أنه هو طلب رأي الاثنين، فأنا رأي الموسيقى يا ريت، أنا بتمنى تعزف الموسيقى في المساجد. يعني الموسيقى غذاء الروح. أصلا كل الحضارات قائمة على الفنون، يعني لو الفنون هي أصل الحضارات. يعني وشوف المعابد المصرية فيها موسيقى، معابد القديمة المصرية الصغرى على طول في موسيقى. هذه غذاء الروح، هذا غذاء الروح وتشجيع للعقل بطبيعة الحال. تفضل. بالضبط. وريكي ألمانيا، ريكي ألمانيا من وين جاي؟ ريكي ألمانيا جاي من السيمفونيات تاعونهم. السيمفونيات اللي هدول هم فكروا فقط موسيقى؟ لا، هذا كلها مجموعة أفكار، مجموعة قيم تخلي تشحذ القوة. انت لما تسمع بيتهوفن والله بيجي على بالك تهز الجبل هز. فاهم علي؟ الجبل تهزه هز وبعطيك شجاعة. اما انت تاخذ واحد بلطم على راسه ليل نهار مثل هيك، هذا شو بده يعطيك خيي؟ شو بده يلهمك؟ ما بيلهمك شيء، بالعكس بتخرب بيته. عقله بفش. تفضل. بالضبط. يعني للاسف بيعطيك الكآبه. رح ناخذ سؤال اخير واظن صار ساعه ونص، يعني مشان تمام مش حنطول اكثر. صحيح. تفضل. في سؤال اخير من الاخ جون الفلسطيني بيقول: ولكن يا نبي سامي كيف أستطيع أن أحب إنسان يهددني بالقتل؟ ولو إنه بيهددك بالقتل يجب أن تحبه، حتى وإن هددك بالقتل يجب أن تحبه، لأنه البغض أول ما بقتل نفسك. هذا يجب أن تعرف، البغض أول ما يقتله، يعني أنت إذا بغضت حد أنت تقتل نفسك. فأنت لا تنتحر، البغض هو انتحار ذاتي. وإذا أنت تحب واحد في أمل إنه يتحسن، إذا تبغضه ما في أي أمل، ما في أي أمل. إذا تبغض إنسان أبد ما في أي أمل يتحسن. مثلا واحد سبك أعطيته كاسة مي باردة يشربها، ممكن هذا يقول والله هذا رجل طيب أعطاني كاسة مي، ها ممكن يرق قلبه. اعمل خير تلاقي خير،
او ممكن تعمل لك تلاقي خير، اما اذا تعمل شر ابد مش هتلاقي خير، ابد مش هتلاقي خير. فدائما ابدا انت بالخير قبل ما تطلب من الغير، علشان انه نحن يجب ان تعامل الاخر بانسانيه، انه هذا ضحيه مسكين. يا للاسف يا للاسف هذه الاوضاع تحولت فيه، لكن هو انسان حبه كانسان مهما كان جريمته، مهما كان جريمته. تفضل. بكل تاكيد المحبه هي هي اساس الحياه. ما صحيح انت متنا بالمحبه قلنا الاخر الماضي. ايش عملت طلعت كويس عليك. انا رسول المحبه يعني، وانا ادعو الناس للمحبه. وبصراحه يعني المحبه لو 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 قدرنا نحب بعضنا اكثر ما نحب احقادنا، ونحب اطفالنا اكثر ما من هالاحقاد هاي، حياتنا بكل تأكيد راح تكون سلام وأمان، وهذا المطلوب يعني. هو السيد المسيح بيقول أحبوا أعدائكم، وهذا مش غباء، هذا بيقول هذا كان غبي. أنا أوقات قلت ولو كان يعرف عدونا ما قال الكلمة هاي. بس في الواقع إنه هذه حكمة، حكمة جميلة جدا من السيد المسيح. لو طبقنا عشرها لكان بلادنا صارت بأمان. لو عشر المبدأ أحبوا أعدائكم لك، أبد لا تعادي حد لأنه ممكن بكرة يكون صديقي لك. يقول أبد لا تقول لنبعة لن أشرب من مائك أبدا، أبد ما تدريش. في ناس تفكروا أكبر عدو لك وبعدين تجد أنه من أحسن الناس، ما تدريش، لأنه الوضع مسكين صار فيه هيك، صار فيه هيك. فيعني ما تقطعش الأمل، ما تقطعش الأمل. في هناك جملة جميلة من سفر أشعياء النبي، هذا كان شاعر نبي وشاعر كبير، قول لا تكسر الخيزران المطوية فقد تقف، لا تطفئ الفتيل المدخن فقد يولع فقد ينور. يعني عبدا الخيزران أبدا ما بتقف، بس هو بيقول لا تقطع الأمل. الخيزرانة اللي مطعوجة ما تكسرهاش، والفتيل المدخن شو ولعه خلص، ما هو خلص. لا تطفي لا تطفي القنديل المدخن لأنه قد يولع. أبد لا تقطع أمل بحد ما دام عايش، وإن مات ترحم عليه مهما كان، مهما كان مهما كان. أنا حتى ترحم على بن لادن لأنه مسكين، هو كمان مسكين، الله يرحمه. شو نساوي اللي غلط؟ ما هم مشكلتنا، بس يعني هو فضل. للأسف كان ضحية يعني، وكل ضحية ضحايا للأسف. بدي أحكي لك آخر قصة عزيزي مشان أوضح، آخر قصة ونخلص. ليوناردو دافنشي، ليوناردو الرسام الشهير، لما عمل اللوحة الكبيرة تاعت العشاء الأخير، أخذ شخص مشان يعمل تمثيلي يمثل للسيد المسيح، يعني موديل إله، فرسم السيد المسيح. فبعدين دور على واحد مشان يكون الموديل تاعه تاع يهوذا. فدور دور دور دور، بالأخير وجد واحد قال له تعال انت، هذا اللي بدور عليك، اقعد هون بدي اصورك عشان اعمل لك يهوذا. فبعدين صاحبنا قال له لليوناردو، تعرف يا ليوناردو دافنشي؟ قال له شو؟ قبل سنتين كنت قاعد على نفس الكرسي. قال له كيف على نفس الكرسي؟ قال له تفرج علي. قال له كيف؟ ازيك؟ كيف؟ قال له انا كنت الموديل تاع السيد المسيح. قبل سنتين انا كنت استعملتني لموديل السيد المسيح، خربت معي الاوضاع وصرت يهوذا. شفت علي؟ يعني الانسان الاوضاع ممكن يا للاسف تفسد معه، بس هو نفس الشخص. مره كان السيد المسيح ومره كان يهوذا. لكن مو بيده المسكين، كان وضع زفت وزفت معه. مثل انظر للإنسان الحتى الفقير أخلاقيا، والمجرم الكبير، إنه في داخل هذا الإنسان هو روح طيبة، وممكن إنه نحثه يكون أطيب. تفضل. أكيد أكيد دكتور، يعني بصراحة كل إنسان فيه البذرة الطيبة، ونحن عملنا الأمل يعني صحيح. إذا إنسان كتير بيراسلونا إنه نحن شعوبنا ميتة وما في رجع منها، ولكن الأمل بالمحبة باقي. لولا المحبة أصلا ما كانت غيرت الناس.
تمام. على كل حال انا بتشكركم كثير اصدقائي على متابعتنا، بتشكرك كثير نبينا سامي على هالحلقه هاي، وطبعا اذا ما في عنده نبينا سامي الاسبوع يوم الجمعه القادم اذا ما عنده مشاغل راح نسوي حلقه ثالثه بالاسبوع القادم. ايه ممكن ممكن هنتفق على التواريخ بالتمام بعدين. ايه هيكون عن العلمانيه المره القادمه اكيد، وراح نحط اعلان قبل بيومين ثلاثه حتى ارجوك افتح التعليق قبل الحلقه علشان اللي عنده اسئله يقدر اذا كان في امكانيه علشان الناس يضعوا الاسئله قبل اذا يريدون. نحن بنتمنى هذا، وما بنعرف اليوتيوب كل يوم عنده سياسه شكل صار. ايوه بس بالبط الاسود كانوا التعليق دائما مفتوحه. صحيح قديم كان، بس هلا ما بقى، هلا في نهار هيك يعني، بس اظن التعاليق عم تكون مفتوحه يعني بالفتره الاخيره، واذا في تعاليق يا ريت تحطوها قبل الحلقه يعني. وكمان الاتصال صار يعني صار مفيد يعني بصراحه، في شباب عم بتصلوا شيء جيد. جميل. بتشكركم كثير اصدقائي، والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا لك دكتور. شكرا عزيزي الفاضل. شكرا. الى اللقاء. الى اللقاء عزيزي. شكرا.